انطلاقة مفقعة الجمهور والحضور الكريم 14 من الجيادة العربية الأصيلة تشارك مسافة 1850 في الصدارة. الجواد تعزيز ملك السادة مربط إنجاز وستيفان لجاج ومحاولات من الجهة الخارجية. هناك مهجة وأيضا الجواد شريف ومن وسط الجيادة المجدة وأيضا الجواد غنوة. المنعطف الأول اتجاه إلى المنعطف الثاني ونشاهد الصدارة مع الجواد تعزيز في الوصافة من الجهة الخارجية. مهجة سادة أمقرن وجي فايكن وفي الترتيب الثالث هناك الجواد غنوة أبناء عبد الله محمد الشيخ وهاري بنتلي ومن الجهة الداخلية الجواد بيرق مبارك سيد جفال النعيمي والفارس لويس ومن الجهة الخارجية نشاهد اي جي اس عنفوان او عفوا نشاهد اي جي اس المعنقية. والجيادة الان في نقطة الالف متر والصدارة جميلة وقوية تعزيز مربط انجاز ستيفان لجاج وفي حالة الترقب الجواد مهجة السادة أمقرن وجي بايكن غنوة في وضع جميل من الجهة الخارجية ومن الجهة الداخلية بيرق في وضع جيد ويعطى الإعاز مبكرا. المنعطف ما قبل الأخير ونقطة 600 متر نشاهد بعض الجياد في محاولات للحاق والجياد في المقدمة في وضع جميل. الجواد مهجة في وضع اليد مهجة السادة أمقرن on the hand محاولات لبيرق من الجهة الخلفية وهناك ثابت الآن ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني وماركو مونتريسو. محاولات من الجهة الوسطى للجواد بيرق ولويس فيليب ومهجة والأمتار الأخيرة وهجة والجواد بيرق مبارك سيد جفال النعيمي لويس فيليب وثابت قادم بيرق وثابت على الترتيب الثاني والجواد مهجة هي بطلة هذا الشوط. ونتائج الشوط الثاني أعزائي الجمهور والحضور الكريم جاء بالمركز الأول الجواد رقم 7 مهجة ملك سادة أمقرن والفارس جي فايكن والمدرب البندمول مبروك. في الترتيب الثاني الجواد رقم 3 ثابت ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني والفارس ماركو مونتريسو. في الترتيب الثالث جاء الجواد رقم 11 بيرق ملك سيد مبارك سيد جفال النعيمي والفارس لويس فيليب. وفي الترتيب الرابع جاء الجواد رقم 4 ذو الفقار ملك سيد محمد عبد الله عبد الملك والخيال إيفريت. وفي الترتيب الخامس جاء الجواد رقم 1 المنذر ملك سيد ناصر بن عبد الله خليفة عبد الله العطية والخيال سليم غلام. ألف مبروك لأصحاب المراكز المتقدمة وحظا أوفر للذين لم يحالفهم الحظ.